صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من القيصرية اللي كتعمر يوم السبت. كيبيعوا الجملة، يعني جميع الملابس بالجملة غتلقاهم في السوق. العيد يلاه داز شي ايام، يعني مازال السويقة خاوية، باش هاد الاحتضار يكون فيها. حاولوا نقربكم من الصور. السوق يوم السبت جملة بقرش علان مازال خاوي. أمامكم السوق يوم السبت على اليسار مازال فارغ، يعني خاوي قليل الباعة بالجملة، اللي مازال مسافر، اللي مازال مدخلش كازا مش عايد مع عائلته. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث.